في إطار المجهودات المركزة والمتواصلة في ملاحقة وتفكيك شبكات التهريب، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأنبواقي من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في تهريب أجهزة الاتصال اللاسلكية. العملية النوعية جاءت نتيجة الاستغلال الأمثل للمعلومات، والتي مفادها محاولة تمرير كمية من أجهزة الراديو عبر إقليم الاختصاص، أين وضعت خطة أمنية محكمة بتكثيف عنصر التحري والاستعلام ونشر تشكيل أمني في كل المحاور والمسالك وتكثيف التفتيش والمراقبة، حيث تم رصد المركبة محل المعلومة وتوقيفها بالطريق الوطني 102 بالمكان المسمى مشتة المبدوعة. بعد توقيف المركبة ومراقبة الوثائق الإدارية، تم تفتيش المركبة أين عطر بداخلها على 122 جهاز حساس نوع بيوفانج. على الفور تم توقيف سائق المركبة واقتياده إلى مقر الفرقة. بعد التحري معه، تم توقيف شخص آخر ينحدر من ولاية الجزائر العاصمة، واللذان تتراوح أعمارهما من 21 سنة إلى 42 سنة. بعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي، فيما تسلم المحجوزات إلى المصالح المعنية.